بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما، اللهم امين. اهلا بيكم في قناة السمسمة للتربية المنزلية للدواجن. احب بس قبل ما ابدأ الفيديو اقول للي بيشوف القناة اول مرة متنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو عشان تدعموا القناة والقناة تكبر بيك وتوصل لاكبر عدد ممكن، وتدوسوا على زرار اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نبدأ بسم الله. النهاردة الكتاكيت دي الكتاكيت البلدي، عمرهم النهاردة كده اسبوع 7 ايام، فحبيت اشارككم واوريكم الكتاكيت دي البلدي، عمرهم النهاردة 7 ايام، يعني الحمد لله ما شاء الله اللهم بارك. الكتاكيت البلدي كويسة وصحتها الحمد لله ما شاء الله كويسين. يعني نشوف بقى الكتاكيت الابيض والساسو عشان هما بصراحة هما اللي مش عاجبني، دول الابيض والساسو هما النهاردة عمرهم اسبوع، بس بصراحة انا مش عاجبني ومش عاجبني حجمهم خالص. اول مرة يوصلوا معايا يبقوا كده حجمهم صغير قوي كده، يعني في اسبوع مش ده الحجم اللي انا كنت بوصله خالص، يعني ربيت كتير قبل كده ما وصلوش كده، وحساهم كده كشين مش بياكلوا كويس، فانا مش عارفة ليه اول مرة يعني تبقى فيه دورة معايا بالشكل ده. يعني بصوا الكتكوت اللي واقف ده، بص ده حجمه، ده مش حجم خالص كتكوت اسبوع يعني، فانا مش حساهم صغيرين وحساهم رفيعين، يعني بصوا الكتكوت رفيع خالص وصغير على انه يكون اسبوع، كانوا بيوصلوا معايا حجم اكبر من كده بكتير، انما المرة دي انا مش عارفة هي الدورة ليه كده، بالرغم ان انا مأكدة يعني على التاجر ان هو كان يديهم لي فرزة اول، وانا كنت شايفه حيويتهم اول ما جبتهم كانوا كويسين، بس انا مش عارفه هما ليه ما كبروش بالشكل يعني الكويس. يعني بصوا الكتكوت اللي واقف هناك الصغير ده، ده على طول واقف كده ومش بياكل كويس، و يعني مش بيكبروا بالشكل يعني اللي المفروض يوصلوا عليه يعني في اسبوع، فانا مش عارفه ليه المره دي، بالرغم ان انا كنت يعني مطهره المكان كويس بعد الدوره اللي فاتت، انا بطهره بديتول، فكنت مسحاه كويس الاول بميه وصابون، وبعد كده مسحتها كلها العشه كلها بميه وديتول ومدفياهم كويس قوي وعامله لهم تهويه، وما غيرتش حاجه يعني ما غيرتش نوع العلف او اي حاجه من اللي انا كنت عاملاه يعني في الدورات اللي فاتت، بس مش عارفه ممكن يكون نوع الكتاكيت هو اللي مش كويس يعني. فانا حطيت لهم النهارده خلطه البصل والخل والثوم والليمون على الميه، وهحط لهم فيلاجيل لمدة 3 ايام واشوف كده هيحصل ايه يعني بعد ال3 ايام، يعني اشوف هيفوقوا كده وهياكلوا كويس ولا هيفضلوا كده على طول نايمين، يعني هما طول النهار نايمين قليل قوي لما بيفوقوا كده وياكلوا، فهشوف الفيلاجيل هيفوقهم ولا ايه، واشتغل برضه معاهم خلطات، وبرغم هما ما عندهمش اسهال الحمد لله وما فيش يعني لين في البراز بتاعهم او اي حاجة، بس مش حساهم ان هم فايقين وحجمهم يعني كويس، يمكن تكون الكاميرا كمان هي مكبراهم شوية، لكن هم الحجم الاصلي بتاعهم يعني من غير الكاميرا مش حجم كتاكيت اسبوع خالص يعني مش نفس الحجم اللي انا كنت بجيبه قبل كده وبربيه كتير ومن عند نفس الراجل برضو اللي انا بجيب من عنده، يعني لا مش نفس الحجم خالص، فمش عاجبني بصراحة المرة دي، بس هشوف بقى بعد 3 ايام بعد لما ياخدوا الفيلاجيل لمده 3 ايام هتوصل معاهم الدنيا لايه يعني، وهبقى اصور معاكم برده كده واقول لكم اخبارهم ايه ووصلوا لايه، بس يعني بصوا الحجم يا جماعه مش يعني الكاميرا هي بس الكاميرا مكبراهم، انما هم رفيعين جدا يعني وحجمهم مش الحجم الحلو يعني اللي المفروض يعني الوزن يكون عليه يعني في الاسبوع، ما حصلتش معايا بصراحة في دورة قبل كده، فمش عارفة ده نوع الكتاكيت ولا فيهم ايه مش عارفة بصراحة، بس همشي معاهم زي ما بمشي برضو يعني في الدورات اللي فاتت بالخلطات، برضو هديهم بس فيلاجيل عشان مطهر معوي، لان هما كمان بيناموا وهم واقفين، ولما بيناموا وهم واقفين بتبقى فيه مشكلة في المعوي، بتبقى عندهم مشكلة في الامعاء، فهديهم واحط لهم بعد ما اخلص بس الفيلاجيل احط لهم ان شاء الله شطه على العلف، انا يعني ان شاء الله بعد ما خلص الفيلاجيل بعد 3 ايام يكون عمرهم بقى ان شاء الله وصل 10 ايام، واصور معاكم بقى ونشوف وصلوا لايه، فادعوا لي بقى ربنا كده يبارك لي فيهم ان شاء الله ويكبروا كده ويبقوا كويسين يعني.
هما بيجروا ورا بعض بس مش بياكلوا. فاستنوني بقى ان شاء الله فيديو تاني جاي ان شاء الله لما يكملوا بقى العشر ايام بعد ما خلص لهم الفيلاجيل، اوريهم لكم كده ان شاء الله ونشوف وصلوا لايه. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحبكم في الله.